إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام نتواصل أيها الإخوة، والإثارة تستمر وتتواصل هنا في أرضية ميدان الشحانية وفي هذا المهرجان الذي نعيش وإياكم ثاني أيامه من ليلة البارحة وهذا اليوم، بينما هذا اليوم هو مخصص لأشواطنا العامة وهذه الفترة المسائية أيضا من ضمن أشواطنا العامة، والسيارات هي أشواطنا في هذا المساء. مشاهدينا ومستمعينا الكرام أيها الإخوة، أيضا نذكر بأفضل توقيت زمني في هذا المساء هو من نصيب سلاب المملوك للسيد محمد بن غريب الكثبي. صاحب أفضل توقيت في هذا المساء هو سلاب المملوك للسيد محمد بن غريب الكتبي الذي قطع المسافة، هذه المسافة في 7 دقائق 33 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. نهنيه كذلك كما نهني أيضا بفوز اغتيال، ونرجو منه كذلك بعد نهاية هذه الأشواط أن يتوجه أيضا لمكاتب اللجنة المتواجدة عند بداية 8 كيلومترات لكي يتسلم الرموز من هناك من رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. حضورنا الكريم أيها الإخوة، انطلاقة جديدة وشوط جديد تحمل في طياتها تحديات ومنافسات جديدة. نبدأ أيها الإخوة بداية مع المركز الأول ونتعرف على المركز الأول في هذه الانطلاقة. المركز الأول مشاهدين الكرام هنا من حاشي يحتل المركز الأول أيها الإخوة، لسعود أبو حمد الفهادي هو من يحتل المركز الأول. ننتقل مباشرة للمركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني عجلان لسيد محمد بن راشد أبو شارب أبو شهاب المري، لسيد محمد بن راشد أبو شهاب المري هو من يحتل المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الثالث وانطلاقة المركز الثالث مشاهدين الكرام مع الرباع للسيد صالح بن حمد بن شليويح العامري هو من يحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع مشاهدين الكرام ومن يصن العميد للسيد عبد الله بن خليفة العلي هو من يحتل المركز الرابع. نتابع وإياكم المركز الخامس ومن يصن براق لعلي بن محمد بن قبعان المري. نتيجتنا مشاهدين الأفاضل للخمسة المراكز الأولى أتممناها لمشاهدين الكرام عبر قناة الدوري والكاس بلاس وعلى القناة الثانية الناقلة لهذا الحدث ولهذا السباق. مشاهدينا الكرام، أمسية جميلة تجمعنا بكم في هذا المهرجان الذي يقام هنا في دولة قطر وبمنطقة الشحانية، المستشار الخاص لسيدي أمير البلاد المفدى. مباشرة أيها الإخوة نعود صوتا وصورة إلى مقدمة هذا الشوط وهذه الانطلاقة وهذه الشعارات التي توافدت هنا في أرضية هذا الميدان لكي يكون لها حضور مميز. نبدأ ونعود مباشرة إلى الرابح مشاهدين الكرام، هو من يربح وأيضا يربح هذه المقدمة في هذه الانطلاقة لصالح بن حمد بن شلويح العامري. يا بوي عليك يا بن شلويح. نتابع وإياكم المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدين الكرام يصلنا في المركز الثاني هملول، ولكن التغيير في هذه اللحظات من قبل شاهين السيد محمد بن زايد المنصوري هو من احتل المركز الثاني. اما المركز الثالث فيصلنا هملول السيد سالم بن محمد العفاري هو من يحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع. نتمم نداءنا الثاني للخمسة المراكز الاولى وننتقل للمركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع يصلنا مهلك يحتل المركز الرابع للسيد محمد بن غريب الراشد الكتبي. أما في المركز الخامس أيها الإخوة فينضم إلينا إلى المركز الخامس براق لعلي بن محمد بن قبعان المري. يا سلام يا سلام، ندانا للمرة الثانية أعاننا الله عليه وأتممناه على مسامعكم، واثنين كيلومتر على النهاية، اثنين كيلومتر على نهاية هذا الشوط وعلى مطاف هذا المسار. يا سلام يا أبو زايد المنصوري، محمد بن زايد المنصوري أيها الإخوة يقود المسار بهذه القيادة السليمة ومع شاهين أيها الإخوة بانطلاقة وبسرعة فائقة. شاهين مملوك للسيد محمد بن زايد المنصوري، بينما هنا أيها الإخوة
الرابح أيها الإخوة يحتل المركز الثاني، الرابح يريد الربح وليس يريد الخسارة، الرابح يحتل المركز الثاني لصالح بن حمد بن الشليوي حل عامري. نتابع وإياكم المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث مهلك للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي. أما المركز الرابع أيها الإخوة مشاهدين الكرام فيصلنا في رابع المراكز هملول للسيد سالم بن محمد العفاري. نتابع وإياكم المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس اسم جديد وكذلك ايضا شعار جديد ينضم الينا هنا مع سعيد بن علي بن راية ومع رعد يحتل المركز الخامس. يا سلام 1500 متر كيلو ونصف الكيلو على النهاية، والثلاثا راحا يا جماعة، ثلاثا قعدان روحا يا سلام. الله 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 بقيادة شاهين، شاهين للسيد محمد بن زايد المنصوري. يا سلام يا سلام على هذه المقدمة وعلى هذه الصدارة وبدون اي ضغوطات تذكر اي أيها الإخوة على شاهين. ولكن هنا في المركز الثاني المتابعة من اللي يحتل المركز الثاني أيها الإخوة، هنا مهلك للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي. إذن مشاهدين الكرام أيها الإخوة المركز الثاني ذكرناه للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي، والكيلو الأخير المركز الثالث مشاهدين الكرام يصن الرابح للسيد صالح بن حمد بن شليويح العامري. والمركز الرابع خلونا نأخذ المركز الرابع يصن هملول لسالم بن محمد العفاري. يا سلام الله روح يا بوي يا بوي يا بوي، خلاص خلاص سلام عليكم سلام عليكم يا أيها الإخوة. يا سلام يا سلام ذهب بنا شاهين، ذهب بنا شاهين مشاهدين الكرام. يا سلام الله 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 الله، طارت الطيور بأرزاقها وطار شاهين، طار شاهين بنا أيها الإخوة إلى مقدمة الشوط وعن بقية المراكز ذهب بنا شاهين. يا سلام الله الله الله، التحية والتقدير لك يا محمد يا بن زايد المنصوري يا مالك شاهين الذي انطلق بسرعة الشواهين وبسرعة فائقة. إذن أيها الإخوة تشاهدون شاهين ها هو على شاشة التلفزيون وحيدا يرقص وحيدا وأيضا بعيدا عن بقية المراكز. يا سلام، إذن تهانينا من أعماقنا لمالك شاهين السيد محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الأداء المميز. مشاهدين الكرام ننتظر وإياكم لحظات الوصول للمركز الثاني. المركز الثاني مهلك للسيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث يصلنا في المركز الثالث هملول لسالم بن محمد الفاري. أما المركز الرابع يصلنا في المركز الرابع براق لعلي بن محمد بن قبعان المري. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام الديب للسيد سالم بن جبران المري. إذن أيها الإخوة مشاهدينا ومستمعينا الكرام شاهدنا وإياكم هملول أو شاهين. شاهين أيها الإخوة هو من قاد هذا الشوط وانتزع هذا الناموس بقوة وبجدارة وباستحقاق وبدون أي منافس على الإطلاق، قاطع عن هذه المسافة في 7 دقائق 37 ثانية 17 جزءا من الثانية. نهني مالك محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني مشاهدين الكرام يصلنا في المركز الثاني مهلك قاطع المسافة في 7 دقائق